السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلص معاكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والمعلقين بداية من اليوم بإذن الله تعالى، الجمعة 10/3/2023. متابعين الكرام، اليوم ليل هتلعب أمام ليون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، طبعا الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت الإمارات وعمان، من فضلك زود ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب، من فضلك قلل ساعة. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا، من فضلك قلل ساعتين. ليل في مواجهات ليون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية، والمعلق جواد بدة. أوكسير أو يوم السبت الموافق 11/3/2023، أوكسير هيلعب أمام رين الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على قناة على قناة ايه على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق احمد البلوشي. بريست هتلعب امام باريس سان جيرمان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، والمعلق حسن العيدروس كذلك قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية. يوم الاحد الموافق 12/3/2023، كلير ماونت هتلعب امام لانس الساعة 2 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، الساعة 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق نوفل الباشا. بعد كده عندنا 1 2 3 4 4 مباريات في نفس التوقيت، الساعة 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. اجاكسيو في مواجهة مونبلييه على قناة بين سبورتس اتش دي 4 الرابعة، والمعلق مدر اليوسف. انجي في مواجهة تولوز على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 2 اكسترا الثانية، والمعلق احمد المعمري. لوريان في مواجهة ترو على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 1 الأولى، والمعلق أحمد عبده. وأنانت في مواجهة نيس على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية، والمعلق محمد بركات. بعد كده موناكو في مواجهة ريمس الساعة 6:05 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 5:05 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق جواد بدة. وفي نهاية الجولة اللي احنا فيها دي الجولة 27، عندنا مارسيليا هتلعب امام ستراسبورج الساعة 9:45، يعني 10:15 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:45 يعني 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:45 يعني 9:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على قناة بين سبورت اتش دي 2 الثانية والعادية، والمعلق عادل خلو. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كنا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.